بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جبت لكم وصفة تاع بن بروشيت بليسكالوب تاع الدند ولا تاع الدجاج، روعة. تبعوا معي. الوغ نبدو الوصفة مع بعض. في التتبيلة تاعنا شعدنا تتبيلة مبهرة، نديرو شوية تاع الزيت، نصف ملعقة ولا أقل تاع حرور، نصف ملعقة تاع كركم ولا كركب كما نقولوا له، نصف ملعقة صغيرة تاع سكر جبير. يعطي ذوق رائع رائع جدا للتتبيلة تاعنا. ونديروا ملعقة صغيرة كيري تاع الدجاج، نزيدوا الملح على حساب الدجاج اللي يكون عندنا ولا الاسكالوب، ملعقة صغيرة تاع موتارد، عصير تاع نصف برتقالة ولا نصف ليمونة، غادي يعطيها جو يهبل رائع جدا. ونخلطوا التتبيلة تاعنا. اللي ما عندهاش البرتقال ولا الليمون يدير قطرة تاع خل، باسكو يخلي لنا الاسكالوب تاعنا طري من الداخل وبنين بزاف، ويدخله بالخف تتبيلة. نخلطوا غاية التتبيلة تاعنا وندخلوا فيها هذاك الدجاج تاعنا ولا الاسكالوب تاع الدند، ونخلوه يريح. قد اللي خليناه يريح قد اللي غايه، معناتها الا راكي باغي ديريه غدوه كون ديريه في الليل وطيبيه غدوه، ما تامنيش عقلك غادي يخرج لك طوب. انا الاسكالوب تاعي راني مقطعته طويل، ما رانيش باغي ندير دي كوب باسكو راني باغي نبدل الشكل شويه، درته طويل كيما راكم تشوفوا باش بالخوف يشرب تتبيله. راني نحرك غير بشويه باش ما يتقطعليش، دونك حركوا غير بشويه في غارتكم ملعقه ولا شوكه، ودخلوا فيه هذيك التتبيله مليح، غطوه وخلوه يريح. الوغ انا ندخله في الفريجيدار تاعي يريح لو ماكسيموم، بعد نشوفوا الشكل اللي درته انا كي داير. الوغ كيما راكم تشوفوا انا قطعت زوج حبات فلفل وحبه تاع طماطم، حبه طماطم قطعت غير نصها ومن بعد زدت نص زاوج باش نخدم لا كونتيتي اللي راها عندي تاع الدند. الوغ كيفاش غادي نخدم؟ غادي تو سامبلومون نخدم هكا، غادي ندلوي كلي ندير شويه اسكالوب شويه فلفله شويه اسكالوب شويه طماطم. شوفوا سا دون ان غو انكرويابل مي فري، واحد البنه ما غاديش نقد نوصفها لكم. واحتمال كبير الباربيكيو تاع الفحم ما غاديش كاع تزيدوا ديروه باسكو فريمون ينافسه لواحد الدرجه، ولا بالك يفوته باسكو فريمون فريمون بنين بزاف 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 بزاف، تو سامبلومون باسكو هذاك الماريناد بنين بزاف، و امبوسيبل غادي تاكلوا اسكالوب ماريني بنين على هذا. هذه هي اللي نقدر نقولها لكم. مع هذيك الفلفله غادي يطيب في وسطه، وهذيك لا طوماط غادي يزيدوا يبنانوا ويبنوا. شنو نقول لكم؟ ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، والله لا فريمون طوب. انا بعدا نبغيها بزاف خاصه في رمضان، و ميم سي في الفطار بصح في رمضان بوكو بلوس باسكو كلكو شوز لي بنينه الميري تستاهل باش تكون في مائدة رمضان. الو كيما راكم تشوفوا نكملوا كاع باقي المكونات تاعنا، نكملوا كاع الاسكالوب تاعنا ونخلوه يزيد يريح شويه، ومن بعد تشوه سوا في بانين سوا في شوايه سوا في، انا درته في مقله تاعي تاع لي كريب نورمال عادي، نقص له النار ابتيف وغطيت عليه وخليته يطيب في غرده. بون واحد شد لي بالك واحد الفايت نص ساعه، شد لي بالك واحد 40 مينوت ولا، باسكو نقاص له النار، وهذا اون بليس داند ماشي دجاج، صافي يشد شويه في الطياب تاعها. كي يطيب على غرضه اي حاجه، كي تطيب على غرضها وتطول عليها البال تخرج لك بنينه اي حاجه اي حاجه. هذه هي نقصوا لها النار وطيبوها في غرضكم. ايوا دو بريفيرونس انا جو بريفير باغ اكزومبل الا درتوها في رمضان جونغ توجدوها الصباح وتخلوها كيما هكا في سفافيد ماريني، ديروا لها شويه سيلوفان ودخلوها في الفريجيدار، كي قرب وقت المغرب بساعه ولا ديروها في سواء في الباربيكيو تاعك سواء كيما تبغوا نتوما. هذاك الثاني بوكو بلوس على الماريناد، هو اللي شبه بزاف وبنين، تتبيله رائعه بنينه 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 فوق ما تتخيلوا. انا استعملت البرتقال جا سوبر سوبر بون، والله صدقوني لا فريمون دينيسيو. انا بعدا عني جامي كليت في حياتي اسكالوب بنين على هذا، جامي في حياتي كومبلي.
الوغ هنايا في اون بوال درت شويه تاع كريم فريش، درت لها طرف تاع فرماج ذوبتها فيها، وزدت لها هاد لي بات لي اكومبانيت بهم لي بروشيت تاعي. لي بات طيبتهم في شويه مغالي وملح وورقه رند وشويه حرور وشويه دهن، خلطوا شويه باش يولوا عندنا دي بات على كريم اللي هو فلفل. هذا يتشربوا لي هذوك لي بات كاع هذيك لا كريم. فوالا لي بروشيت تاعي طابوا لي على بيرفيكسيون كيما راكم تشوفوا. نتوما اكومبانيو لو بلا تاعكم كيما تبغوا، افيك دي بات دو ري ولا كوم فو فولي. انا درته مع لي فرفل، لا سوب اي لا سالاد، ودرت اكومباني مع لا سوب درت شويه تاع بان فيسيل. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وتعجب اهلكم تاني. يجيكم لي بروشيت تاع لي سكالوب كريي بنان. الوغ الا كاين كاش وحده عندها تاني ماريناد بنين وشباب بزاف تكتبها لنا في لي كومونتير لتحت ونستفادوا كاع. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقوا في وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.